وتيرة متسارعة لأشغال تهيئة محراب وتبليط قاعة صلاة المسجد الكبير وباحته تتزين بمعمار إسلامي جام. اختتام الطبعة 23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب وإحصاء أزيد من 1,000,000 زائر على مدار أيام الحدث الفكري العالمي. قوافل علمية ثقافية تجوب ولاية الوطن محملة بزاد الوسطية والاعتدال تحضيرا للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مراسم الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى ومنتدى قادة الدول والحكومات حول السلام، شارك أمس الوزير الأول أحمد يحيى في مأدبة عشاء أقامه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه الاحتفالات. أحياء هذه المناسبة سيتم أيضا من خلال تنظيم منتدى حول السلم، وينتظر أن يقدم الوزير الأول مداخلة حول إشكالية السلم والأمن. هذا وسيسلم في إطار نشاطاته بباريس باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الكتاب المعنون بالأمير عبد القادر ملحمة الحكمة لمكتبة السلم. هذا وكان الوزير الأول أحمد يحيى قد حل أمس بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مراسم الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى ومنتدى قادة الدول والحكومات حول السلام. الوزير الأول كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. في النشاط البرلماني، يعرض وزير المالية عبد الرحمن راوي اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليتبع مباشرة بمناقشة من قبل نواب المجلس، وهذا إلى غاية الاثنين المقبل. كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض إجراءات مشروع القانون، على أن يرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات النواب غدا. ومن المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع قانون المالية لسنة 2019 يوم الخميس المقبل. تفقد أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزير الأوقاف الفلسطيني يوسف الدعيس جامع الجزائر، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال خاصة تلك المتعلقة بتهيئة المحراب وتبليط ساحات المسجد وباحته. سنبو القصيبات والمزيد. تتواصل أشغال مشروع جامع الجزائر بوتيرة متسارعة تتطابق والرزنام المسطرة. المحراب التحفة الفنية التي تعكس الحضارة الإسلامية العريقة شارفت على الانتهاء. أشغال ماشية بالوتيرة اللي كانت مسطرة وهي محترمة الرزنامة، إن شاء الله نبقى بهذه الوتيرة اللي تسمح لنا أن فخامة رئيس الجمهورية سيعلن على استلام هذا الصرح الكبير اللي يزيد من مفخرة لنا من ناحية العمرانية ومن ناحية الثقافية والناحية السياحية، ويزيد جمالا لولاية العاصمة إن شاء الله. يشهد الصرح الديني آخر مراحل إنجازه بعد الانتهاء مؤخرا من عملية تبليط مساحاته الداخلية وفضاءاته الخارجية، كما زينت باحاته بنافورات مائية أضفت جمالية خاصة ليجمع الجامع كل الدلالات الحضارية الإسلامية والعربية. حقيقة أنه عمل يشار إليه بالبنان، وسيكون لهذا الصرح الرباني الكبير أثر في قضية تشجيع السياحة العربية والإسلامية للحضور للجزائر البلد المضياف. مهمة تكميلية تقع على قطاعات والدوائر الوزارية التي سوف تستلم هذه الهياكل وسوف تبث فيها الحياة، حياة السياحية التي أشار إليها مع الوزير، الحياة الدينية في المسجد ومرافقه، الحياة الثقافية والعلمية وتبادل الوفود العلمية والمفكرين، وسوف يكون يوم تدشينه الذي سيأذن به فخامة رئيس الجمهورية يوم عيد للعالم العربي والإسلامي. وفي انتظار أن تكتمل معالم جامع الجزائر بكل أبعادها الفكرية الحضارية
الثقافية الاقتصادية والدينية تتكتف الجهود حرصا على تسليمه في أقرب الأجال. أكد أمس وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي مراد زمالي لدى إشرافه على شغال اللقاء السنوي للمدراء الولائيين للتشغيل، أكد استراتيجية الدولة في التكفل بشباب عقود ما قبل التشغيل وإدماج أزيد من 37 ألف طالب للشغل خلال هذه السنة بفضل الإجراءات المتخذة لتفعيل التنسيق بين مختلف القطاعات وتسوية وضعية الشباب طالبي العمل ضمن جهاز الإدماج المهني. زمالي شدد على جهود الدولة في توفير مناصب الشغل للشباب في مناطق جنوبنا الكبير وعلى الإجراءات المتخذة لتطهير البطاقية الوطنية للمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل. باب الواد أحد أعرق أحياء العاصمة، هو اليوم يستعيد وجهه اللائق بعد الفيضانات التي طالته في 10 من نوفمبر عام 2001 بفضل جهود الدولة في محو أثار الكارثة التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت، تقول وزارة عوفي. جولة في باب الواد على كورنيش كيتاني، صور لوجه جديد يعانق المتوسط بما يليق بأشهر حي شعبي في العاصمة. ذاك الوقت كانوا يتبوشوا، كانت كيتصب الشتاء يتبوشوا الخنادق تولي حملة، دوكا طورت الحالة، تما كاين كيتصب الشتاء قوية كاين وين يروح الماء. دوكا راه الحمد لله، انا الحمد لله ربي ونشكره، ها كي تشوفي كيفاش كانت وكاش ولات، راهم يسرحوا راهم يديروا يطروا كيما قول راهم يديروا بزاف لي زيكو هذوك. والمشروع الكبير ايضا الذي قامت به الدولة هو مشروع كبير وكبير جدا، هو المجمع، انشاء مجمع واد المكسل. هذا المجمع الكبير الذي يصب فيه 5 أودية، وهذا المجمع هو الذي يقي حاليا بلدية باب الواد من الفيضانات. وإذ تعود بنا الذاكرة اليوم إلى 17 سنة خلت استيقظ فيها سكان الحي على مخلفات الكارثة، فيضانات جارفة أبانت عن مظاهر التكافل والتلاحم الراسخة لدى الجزائريين. منذ تضميد الجراح تضافرت الجهود للنهوض بباب الواد وتهيئته وفق ما يصبو إليه سكانها وزوارها، فشتان بين سبت 2001 وهذا السبت. أسدل أمس الستار على الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب الذي وشح الصين ضيف شرف الدورة. الصالون الذي استقطب جمهورا عريضا من مختلف الفئات العمرية سجل استقطاب ما يربع عن 2 مليون زائر حسب القائمين على الطبعة. الاختتام وشرف عليه وزير الثقافة عز الدين مهوبي، وحضرت عن التلفزيون نور دحماني. سيلا 2018 يسدل اليوم ستاره بعد 11 يوما من تظاهرة ثقافية ثرية بالكتب والكتاب والتكريمات والندوات الفكرية والشعرية لجزائريين وأجانب. الطبعة 23 حققت النجاح المأمول، حققت التميز بين الطبعات سواء من خلال الحضور الجماهيري الذي تجاوز سقف 1 مليون زائر قادموا من كل الولايات. هذه الطبعة تميزت بمشاركة الحائز على نوبل في الآداب مويان، والذي خصه فخامة رئيس الجمهورية بوسام الاستحقاق الوطني. هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وتفعيل هذا الاستثمار يبدأ من خلال هذه من هكذا معارض. جينا مصطيف اليوم ختامي، لقينا فيه كتب من 20 عشرة بنتي كتب من عجبنا بزاف. جمهور غفير اليوم نظرا ل يعني اختتام هذه الدورة، وشيء إيجابي على كل حال. إقبال كبير شهدته الدورة 23 لهذا العام بأكثر من 2 مليون زائر. اليوم الساعة 11 الصباح أكثر من 2 مليون و200 ألف زائر، 2 مليون 200 ألف فيزيتور jusqu'à aujourd'hui à 10h du matin. يوم الذروة كان أول نوفمبر
كان يوم عطلة بطبيعة الحال، تلاميذنا في عطلة خريفية لأربعة أيام، تجاوزنا ذلك اليوم أكثر من 630 ألف زائر، وكان 2 نوفمبر كذلك يوم جمعة، الناس في راحة في نهاية الأسبوع، كذلك وذراري في عطلة، تجاوزنا 300 ألف زائر. فشكل اليوم الأخير من الصالون الدولي للكتاب فرصة للشغوفين بالقراءة لاقتناء الكتب مع جملة التخفيضات في هذا اليوم الفكري العالمي. وضمن فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب، سلم أمس وزير الثقافة عز الدين مهوبي 7000 نسخة عن 7 عناوين لكتاب من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في إطار التعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة للبلدين. وتعود هذه المؤلفات لأدباء وكتاب صحراويين وثقوا كفاح الشعب الصحراوي ونضاله الذي يتوق كباقي الشعوب إلى تقرير مصيره. وقد أكد الوزير أن تسليم هذه الإصدارات تشكل خطوة أولى في عملية إصدار مجموعة كتب مرشحة للطبع عن أدب الصحراء الغربية. تحضيرا للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى رفقة وزير الأوقاف الفلسطيني وسفير فلسطين بالجزائر من دار الإمام بالمحمدية إشارة انطلاق القوافل العلمية التي ستجوب 5 مناطق مختلفة من الوطن. المزيد مع مريم بايش. هي رسالة للأجيال الناشئة تحملها هذه القوافل التي ستجوب 5 ولايات عبر الوطن، كل واحدة منها تحمل أبعادا متعددة من القيم، وذلك تحت شعار أعلام الجزائر منارات للأجيال. مكلل بتنظيم الأسبوع الوطني 20 للقرآن الكريم الذي منذ بدايته في سنة 2000 يحظى بالرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية. ولن نختم سنة احتفال بالمولد النبوي الشريف وشهر ربيع الأنوار هذه السنة إلا بالاعتراف والتكريم ل114 إماما استشهدوا في العشرية السوداء وهم يدافعون عن المساجد والمنابر، حتى يكون المسجد أداة بناء ولا يكون أداة هدم للجزائر. وفي نفس السياق فقد أذن السيد رئيس الجمهورية بأن نأذن للكنيسة الكاثوليكية أن تطوب وأن ترقي رجال الدين المسيحي الذين قتلوا في نفس المرحلة. وبما أن الإشعاع الفكري لعلماء الجزائر ما زال يضيء القلوب ويفتح الآفاق بما قدموه من مساهمات فكرية، ستكون على رأس كل قافلة نخبة من الأساتذة والباحثين للقاء المجتمع المدني والتفاعل مع فئة الشباب للاستزادة من العلم والمعرفة كسلاح للمستقبل. انتقل إلى رحمة الله المشاهد نجمة بالقاسم عن عمر نهزة 87 سنة ببلدية إلتلتن بتيزي وزو، والراحل من الرحيل الأول لثورة نوفمبر تقلد مناصب عديدة حيث كان ضابطا بالولايات التاريخية الثالثة. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين الطيب زيتوني بأخلص عبارات التعازي لعائلة الفقيد والأسرة الثورية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة. جثمان الفقيد يشيع اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة تيفركوت. إن لله وإن إليه راجعون. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي أرتيفاريتي بمشاركة مميزة لفنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار قصيدة منا جميعا. وهبة مزوج. رحب الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بالوفود الأجنبية التي شاركت في تظاهرة أرتيفاريتي، مثمنا الجهود التي يقومون بها من خلال هذا المهرجان. دول القارة الإفريقية متشبثة تشبث مطلق وتام بضرورة وحتمية استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. تضليل الرأي العام المغربي، محاولة تضليله أنه لن يعود إلى المفاوضات كطرف ثاني مع جبهة البوليساريو، لكن الحقيقة اليوم أنه من سيفاوض الحل النهائي للنزاع هما طرفين اثنين لا ثالث لهم. وأشاد الفنانون الأجانب بالتنظيم المحكم لهذه الطبعة رغم قلة الإمكانيات.
dans les territoires libérés de pouvoir partager cet moment avec la population. من خلال تواجدي مع هذه الكوكبة من الفنانين المتضامنين مع القضية الصحراوية أصبحت متضامنا وأتمنى للشعب الصحراوي الاستقلال والحرية. جد سعيد لمشاركتي في هذا المهرجان وأقول لكم بأن المهرجان كان ناجحا وأساند استقلال الصحراء الغربية. أسدل الستار عن الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي أرتيفاليتي، حيث تعهد من خلاله المشاركون على أن تكون الطبعة القادمة من منطقة القرقرات. من مخيم بوجدو للاجئين الصحراويين، مفادة التلفزيون الجزائري وهبة مزوج. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها إثر مواجهات مع قوات الاحتلال قبل أسبوعين في الضفة الغربية، وهي الإصابة والتي أدخل على إثرها إلى العناية المكثفة بالمستشفى. وبالولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي يجتاح شمال كاليفورنيا منذ عدة أيام إلى 9 قتلى. وفي الوقت الذي تسارع فيه فرق الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق، تم إجلاء ما يربو عن 26,000 شخص من مساكنهم بسبب الحريق الذي يتمدد سريعا. وأتى الحريق الذي أطلق عليه اسم كامب فاير على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ. إلى الرياضة، وفي كرة القدم، لعبت أمس عدة مباريات عن الجولة 14 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث تعادل شباب قسنطينة مع دفاع تجنانت بثلاثة أهداف في كل شبكة، في حين تعثر وفاق سطيف بميدانه أمام شبيبة الثورة بهدف دون رد. شباب الوزداد حقق فوزا عريضا أمام مولودية بجاية برباعية مقابل هدف، فيما فاز نادي باغادو على جمعية عين مليلة بثلاثة أهداف لصفر. ثم الانطلاقة يتوغل داخل منطقة العمليات، البحث عن المراوغة، يحط كرة ناحية رفيقه، يحافظ على كرة، ربما الهدف الثاني. وبالفعل الهدف الثاني من بن ساحة، قلت على الجهة اليمنى، مرة أخرى وتسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل. لا 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 هدف التعادل. نعم، الانضباط والواقعية أيضا. نعم، في الوقت اللي فيه ركنية من العمل السيد علي ممتازة. لا، هذه الكرة وتسديدة الناس، كرة إلى إين رأسية، هدف التعادل من عريب يتمكن. انطلقت أمس بدار أوبرا الجزائر بعلم السياحة الطبعة 2 لليلة الحكاية الإفريقية بمشاركة حكاويتيين من عدة دول إفريقية، سردوا حكايات تتعدد مواضيعها على لسان الحيوانات لتختتم بحكمة ومغزى أمام جمهور تفاعل مع هذه القصص. العرض حضرته وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة زهرة زرواطي. خليل تواتي. محترفون في فن الحكاية من عدة دول إفريقية التقوا بأوبرا الجزائر بعلم السايح لسرد قصص بمواضيع متنوعة تتخللها أقوال وحكم ذات مغزى في ليلة الحكاية الإفريقية. أهمية الحكاية الأفريقية إنها بتبين تراث مناطق مختلفة. احنا من الجزائر ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر ومن كوت ديفوار، كل واحد عنده تفاصيله وعنده شخصيته وعنده حكاياته، فده بيعمل تواصل بين الشعوب وبعضها. ما بريزونس ici c'est simplement cette envie de rappeler le PANAF, voyez. Il y a maintenant, ça va faire il y a 10 ans, quoi, depuis 2009, donc on va dire il y a 8 ans, on était ici en train de fêter l'Afrique, en train de faire croire au monde que voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Les Hakawatiouna, بحركاتهم, كلامهم, وحتى ملابسهم, نقلوا القصص للجمهور الذي تفاعل مع العروض. الناس اللي يسمعوا هذه الحكايه يذكروا قاعده زمان وقاعده الجده او الجد، لخاطش كانوا ناس زمان، الجده ولا الجد هما اللي يحكوا على داره الميده والكانون والبلوط يطير. الحكايه الشعبيه لطالما شكلت رافدا من روافد التراث الشفهي الافريقي،
وكنزا من كنوز التراث اللامادي بالقارة السمراء. إذن لكل من فاتته مواعيدنا الإخبارية، عناويننا الإلكترونية في الخدمة، شكرا لكم على المتابعة. ليلى هنيئة وإلى اللقاء.